لماذا خطت أستراليا هذه الخطوة بمبايعة الملك تشارلز بعد أن كان هناك استفتاء يقضي بالخروج من العرش البريطاني، وربما تم تأجيل تنفيذ ذلك إلى لحظة وفاة الملكة؟ الآن الملكة توفيت، تولى ولي عهدها الملك تشارلز الثالث الحكم. تحية لحضرتك وتحية لضيفك الكريم وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد المبايعة هي يعني البروتوكول الطبيعي، لأنه يعني لا توجد رغبة حكومية واضحة في أستراليا للانفصال في هذا التوقيت. صحيح يعني ربما وجود ألبانيزي كرئيس للحكومة قد يعطي انطباع أن حزب العمال يدعم هذا الاتجاه، ولكن الحقيقة نحن كصحفيين في أستراليا لا نرصد هذا الموضوع، بل على العكس يعني نجد انه هناك تحولات حصلت، لان هذا موضوع الاستفتاء يعني نشا عام 98 وطبق عام 99 ولم يحقق الغالبيه، لان 54% من الشعب الاسترالي في ذلك الوقت صوت مع البقاء. فاضافه اني اعتقد انه قانون 6 سنه 86 على سبيل المثال الذي نظم العلاقة بين الحكومة البريطانية والاسترالية وبين القضاء الاسترالي والبريطاني أيضا منح استقلالية للسلطة القضائية، وأصبح وجود الحاكم يعني وجودا ولكن يعني أستاذ أحمد، ماذا يحقق البقاء تحت التاج الملك البريطاني لأستراليا؟ أي منافع؟ استراليا الحقيقة المنفعة الرئيسية الحقيقة هي منفعة الروابط الثقافية، يعني الامتداد. يعني حضرتك تعرف انه استراليا لا ترتبط ببريطانيا جغرافيا، هي اقرب الى اسيا حقيقة من اوروبا، ولكن هي يعني ترتكز على هذا الارث التاريخي الامبراطوري، هذا يعطيها يعني قوة وتعميق روابط، إضافة للتعامل التجاري. يعني بريطانيا البوابة التجارية، استراليا في الاتحاد الأوروبي، ومؤخرا مثلا عقدنا مع بريطانيا معاهدة أوكس على سبيل المثال، ويعني استراليا هي البوابة لأمريكا وبريطانيا في منطقة المحيطين، فلذلك تحتاج أن تقوي هذه الروابط الحقيقة، وهي جزء مهم مع كندا من في اتحاد الكومنولث. صحيح ان كندا يعني تحتاج الى تعديل دستوري حتى تعلن استراليا ليس لديها هذا، وعندنا ناشطه الحركه الجمهوريه يعني، ولكن صوتها اقل من الملكيين حتى هذه اللحظه. يعني صحيح صدرت منهم بيانات، ولكن 96 اطلقت مدفعيه في البرلمان الاسترالي، تعطيل البرلمان لمده 15 يوم، تغيير العمله فئة $5 بصورة الملك تشارلز، هاي كلها إشارات على أن أستراليا ترغب بأن تستمر بتدعيم هذه العلاقة الرمزية الثقافية والسياسية والتجارية.